السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير. اليوم جيت ندير لكم جوله في اكسيو باش تشوفوا الجات اللي داخلين اليوم. اول حاجه لاحظتها في الشديده هي هاد تيش لامب اللي خدامه بالحجيرات وكيديروا الاضواء. غادي تيستي معاكم هذه مفيهاش الحجيرات وفيهم جوج الالوان، كاين الاسود كاين البيج. هذا كيفاش كتجي هنايا؟ رائعة. والثمن ديالها 4 أورو 79 سنت. ودخلوا اليوم حتى هاد المرايا كما كتلاحظوا راه هي كبيرة، داكشي علاش راني بعدت. وفيها جوج نتاع الألوان، كاين الأبيض كاين الأسود. فيها هنايا هاد السقف اللي قلنا زوينه، هادي في الغرفه نتاع النوم، واحده في الصال، واحده في الدخله نتاع الدار. هكا للثمن ديالها 9 أورو 95 سنت. وكاينين الاغلفه نتاع الوسادات اليوم دخلوا هادو عجبوني. غادي نوري لكم الشكل ديالو هكا، تجي هذا بواحد اللون وهذا بواحد اللون، وفيهم الالوان. كاين هذا كاين هذا، هذا اللون رائع. كاين واحد اللون لاحظتو، يلا عاد غادي نجبدو هذا عجبني هذا اللون كما كتشوفو، كيحمق. واللي فيهم 45 على 45 سنتيم، الثمن ديالهم 98 سنت. ودخلوا اليوم حتى هاد الكاشات، هما بداو كيدخلوا الاشياء اللي هي منطقة البرد. هادو هما رطيبين، فيهم 120 على 150 سنتيم، وفيهم الالوان. كاين هاد اللون، كاين اللون الاسود، والثمن ديالهم 8 أورو 95 سنت. وجابوا هادو تقدروا تعلقوهم في اي بلاصه بغيتوها، في الساك او في الباب، اي بلاصه اي بلاصه. هادو كاين فيهم الاشكال والالوان، كاين هذا نتاع القلب، كاين هذا نتاع النجمه واللون الاخضر، كاينين هادو الكويرات فيهم الالوان الاسود والكرونة، كاين هاد اللون هكا كيصلح. هادو هما الاشكال اللي فيهم والالوان، الثمن ديالهم 76 سنت. وجابوا اليوم حتى هذا داير بحال السلو، ولكن هما كيديروه كديكور. فيهم جوج نتاع الالوان، كاين هذا داير اللون تاع الكري، هذا اللون تاع الخشب. كيديروا ليه هكا، غادي نشوف تحطوا عليهم الديكورات هنايا. وبالثمن ديالو 3 أورو و79 سنت. ودخلوا حتى هذا الفاز، هذا راه هو نتاع البديع، والورد اللي فيه الداخل تاع بلاستيك. غادي نجبد لكم كيفاش كيجي. وفيهم الالوان، كاين هذا اللون الابيض، كاين اللون الكري، والثمن ديالو 4 أورو و95 سنت. وكاينين حتى هادو في هذا الفاز، هذا راه نتاع البديع، وهذا تاع بلاستيك اللي فيهم جوج الالوان، كاين هذا كاين هذا. شوفوا هذا داير بحال المارمو، الثمن ديالو 4 أورو و44 سنت. وكاينين حتى هادو، شوفوا هذا الشكل ديالو رائع، هذا الكاس نتاع الشاش وفيه الوريده لداخل، الثمن ديالو 2 أورو 99 سنت. وكاينين هادو باش كيجيو، الثمن ديالو 2 أورو 92 سنت. وجابوا حتى هاد الباز، شوفوا هذا الشكل ديالو اللي فيه، هذا راه هما نتاع بلاستيك، الثمن ديالهم 2 أورو و39 سنت. ودخلوا اليوم هادو عجبوني صراحة كما كتلاحظوا. هذا راه هو كامل نتاع الحديد، وعندو الغطاء ديالو، وعندو هذا. غادي نفتحها لكم كيفاش الغطاء ديالو كيتفتح، الشكل ديالو كيحمق كما كتلاحظوا. وحتى الثمن ديالو جد مناسب، 1 أورو و99 سنت. وراهم رجعوا تاني هاد الطبله، هادي اللي فيها جوج نتاع الاطاجات وعندها 4 نتاع الروايض،
راه هي كامله نتاع الحديد، وهذا نتاع الشاش اللي كان فيها جوج نتاع الالوان، كاين الاسود وكاين حتى اللون الذهبي. ها هو ولي الثمن ديالو 19 أورو 95 سنت، وجابوا حتى هذا الكرسي اللي فيه لتحت البلاصه اللي كديروا الصباط، كاين هنايا فوق فين تجلسوا، وفيه هنايا بحال الريش الفوق ما تلاحظوا. الثمن ديالو 24 أورو و95 سنت، واللي فيه 29 على 34 على 45 سنتيم. ودخلوا اليوم هادو هاد الاجراس، لاحظوا كيدخلوا الاشياء تاع الراس العام، هذه كوحي كامل على الاشياء تاع الراس العام. كاينين فيهم جوج الالوان، كاين هذا اللون وكاين هذا اللون رغم تاع الحديد، الثمن ديالهم 3 أورو و66 سنت. وكاينين هادو اللي هما متوسطين، الثمن ديالهم 2 أورو و22 سنت. كاينين هادو اللي هما صغيرين، حتى هما فيهم جوج الالوان، الثمن ديالهم 1 أورو و12 سنت. وجابوا حتى هاد البابيو، هادو اللي كيتعلق فيهم ثلاثة تاع الالوان او الاربعة، كاين الابيض كاين الاحمر كاين الفضي وكاين هنايا الذهبي. الثمن ديالو 1 أورو و62 سنت. واما اليوم راه اليوم الاربعاء دائما كيكون تخفيضات. لاحظت هنايا هادو اول مرة شفتهم في العام اللي فات، ولكن اول مره شفتهم في هذا العام، ولكن داخلين في التخفيضات. هاد البلاطويات كما كتشوفوا اللي فيهم حتى هما المرايا، وفيهم جوج الالوان وفيهم الاحجام ثلاثه، غادي نبدل لكم. شوفوا هادو، شوفوا هادو كيحمقوا. هاد البلاطويات عندهم رجيلات، ثلاثه نتاع رجيلات رائعين. كاينين هادو اللي هما صغارين 1 أورو و49 سنت، وكاينين اللي هما متوسطين 1 أورو و99 سنت، وكاينين هادو اللي هما كبارين 2 أورو و79 سنت. وداروا تخفيضات حتى هاد المرايا، هادي هادي ما كاينش الثمن ديالها حتى دابا، عاد شفت شحال شرعوها ما داروهاش. وكاينين هاد الشومر، الكاس اللي فيهم الشمع لداخل، رجعوهم 2 أورو و99 سنت. كاينين هاد الكاشات اللي فيهم الالوان، واللي فيهم 140 على 180 سنتيم، الثمن ديالهم 5 أورو و29 سنت، اللي رجعوهم. وداروا تخفيضات حتى لهادو، هادو هما منظمات، غادي نشبكها لكم كيفاش كتشوف، فيها اللون الاسود والكري. كاينين الصغار الثمن ديالهم 79 سنت، المتوسطين الثمن ديالهم 1 أورو و19، والكبار الثمن ديالهم 1 أورو و99 سنت. بدات حتى هادو اللي فيهم جوج نتاع الالوان، وكتجي معاهم هاد الخشب، هادي غادي نزومي تشوفوا، رجعوهم 6 أورو و95 سنت. وداروا تخفيضات حتى لهادو، هادو اللي كنديروا فيهم الصباط، كتجي هاد الخزانه وكيجي معاهم هذا، باش ما غاديش يبين لكم، الى خصوصا الى درتو هذا في الدخله نتاع الدار، باش ما غاديش يبان الصباط كما داروا هنا في الصوره. كيكون فيهم اما هاد الشكل او لهاد الشكل او لهذا، بحال هذا في هاد الشكل اللي هو سامبل، واللي رجعوهم 9 أورو و88 سنت. وداروا تخفيضات حتى الأغلفة نتاع السرير، هادو هاد اللي كيصلح لواحد الشخص، اللي فيهم 135 على 200 سنتيم، الثمن ديالو 9 أورو و95 سنت. وراح كاين فيهم الأشكال، راح ندخلوهم في التخفيضات. كاين حتى هذا هاد الشكل، وكاينين هادو اللي كيصلحوا لجوج الناس، الأغلفة نتاع السرير هذا اللي فيهم 155 على 220 سنتيم،
فيهم الاشكال كان هذا الشكل اللي رجعهم ب 10 اورو و 49 سنت وداروا تخفيضة الحقائب نتاع تابلت. هادو هما خاصين تاع تابلت، كاين فيهم هذا اللون، كاين الاسود، كاين فيهم هادو اللي فيهم هذه الاشكال، رجعوهم بجوج اورو 55 سنت. وكاينين هادو الحقيبه نتاع ليبتوب، كاين هذا اللون وكاين هذا اللون نفس الالوان، كاين هذا الغوص. هذا هو التوب ديال التوب نتاع المبرة بالثمن ديالو 3 اورو و 77 سنت. وداروا تخفيضات حتى لهذا، هذا المقياس نتاع الحرارة اللي هو خاص نتاع الاطفال اللي كيوزن الحرارة نتاع الرأس، غير من الرأس وصافي بحال هكا. اذا كان عادي كيعطي اللون الاخضر، اللي كان شوية لون برتقالي، إذا كانت الحرارة طالعة بزاف كيعطي اللون الأحمر. زوينة هادي اللي رجعوهم 19 أورو 95 سنت. وداروا تخفيض حتى هاد الصبورة اللي هي نتاع الخشب ما كتلاحظوا، وهي كبيرة بزاف اللي كيجي معها هاد الشي، وراهي كتغير فيها الجهة السبوره نتاع القلم والسبوره نتاع الطباشير على جوج جهات. رجعوهم 9 اورو 95 سنت، واللي فيهم 56 على 55 على 100 سنتيم. وداروا في التخفيضات هاد الصبط نتاع النساء اللي فيهم الاشكال، كاين هاد الشكل، كاين هذا، وكاين حتى الرجال هنايا بنفس الثمن 8 اورو 95 سنت. وداروا تخفيضات حتى التقشيرات نتاع النساء، كاينين هادو اللي فيهم في البكية 7 وفيهم الالوان، كاين هاد اللون كاين هذا. وداروا حتى الرجال حتى هما فيهم 7، الرجال عندهم فقط لون الاسود موحد اللي رجعوهم بجوج اورو 98 سنت. وكاينين هاد الجاكيتات تاع النساء هادو وفيهم الالوان، كاين هاد اللون، كاين هذا، كاين اللون الاسود، رجعوهم 9 اورو 95 سنت. وكاينين تخفيضات حتى في الجاكيتات نتاع الرجال، كاين هذا اللون هذا راه كتضرب فيه الضو ما كيبانش، كاين حتى اللون الاسود اللي رجعوهم 9 اورو 95 سنت. وجابوا حتى هادو نتاع الكيك، هادو اللي هما فيهم 30 سنتيم، كيشوا هكا في الطول مستطيل كما كتلاحظوا، وبالثمن ديالهم 2 اورو 99 سنت. ودخلوا حتى هذا المول نتاع الكوب كيك، هادو اللي فيهم 6 لداخل وللثمن ديالهم 2 اورو 99 سنت. ولاحظت اليوم دخلوا هادو راه ما بداو كيدخلوا الاشياء تاع الحلا والاحتفالات ديالهم، واللي لاحظ هو حيت مكتوب هنايا حلال، هادي فيهم هاد الحلويات اللي هما حلال، هادي راه هي فيها كيلو كما كتشوفوا كبيرة، الثمن ديالها 2 اورو و 99 سنت. ودخلوا اليوم حتى هاد الشكلاط اللي على شكل الفلوس، على شكل الفلوس نتاع اورو، هادو الثمن ديالهم 59 سنت. كاينين حتى هادو الفلوس الكبارين 69 سنت. وكاينين هادو، هادي راه هي شكلاط على اورو، هادي ما كايناش الثمن ديالها. هادو بجوج بهم، كاينه هادي وكاينه هادي اللي 500 اورو، الثمن ديالها 69 سنت.